الذي يقاتل من أجل المال، الذي يقتل السودانيين من أجل المال، واللي هو الجنجوي. والشيء ده عمل في 2003 كنت بإمرة الكيزان، تمام، إنك بتقاتل بأكلتها لدارفور، ومارست انتهاكات عجيبة في دارفور، دفنت أحياء واغتصبت نساء وحرقت قرى، فهمت؟ فأنت من السوءات بتاع 56 لازم تتغير، تمام. الإصلاح الأمني وما الإصلاح قاعد أتكلم عنه ده، أنا لما انطلعت في الثورة دي وهتفت، وإنه قلت الجنجوي دي لازم ينحلوا، وهتفت في الثورة في ضد 56 أو ضد حكم تنغاز، تمام، وناديت باسم قضية إنسان دارفور، قلت كل الوطن دارفور، النداء اللي أنت أسي حاليا جاحدوا لي إنك عندك مشروع معين عايز تبينه، وعندك مشروع قبلي معين عايز تمره، فأنا ما عارف كيف أنت جاحد الحتة دي، أنا ما متوقع أصلا. فأنا لما انطلعت فيه وقع بالطريقة زي ما ذكر لكم هو قبل شوية، وقع الحمد لله بلا ونزاح شيء بغيره بالطريقة ما تقل زي ما قال. وين ناي؟ وين ده برضو وقع ولا زاخ؟ ناي طيب برضو وقع. طيب السلام عليكم. لا لا الفرصة حقت ناي بعدك إيش أنت فرصة حقت اسمه يا أخي منصور وقع الله دور ذاته بيجي معه كل حقتي يا أحمد كزلة. يفضل أنت وبعدك إيسا. السلام عليكم أحمد كزلة، الشباب كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. أول حاجة قبل ما أبدأ أحمد كزلة، بالنسبة لعيسى ده، يا عيسى أنت كزول محترم في نقاش كده، زول بيتكلم ما بلاقي تهز برقبتك وتضحك. ما بلاقي النقاش اللي ده ما سعد الدين ده، المهم سعد الدين ده يعني هسه يا احمد كسره طلع عمك كبير بيتكلم، ما بدا انك تضحك في وشه وتهز في رقبتك، اعتبر ابوك يا احمد تقدر ابوك بتضحك وتهز في رقبتك، الكلام ده ما صح. ثاني حاجه يا احمد كسره، بالنسبه لي في حاجه كده قال عمر ما قدر يوضحها لي، بالنسبه بتاعت الهيكله دي، الهيكله انت لما تهيكل حتشيل البرهان وكباشي وياسر عطا، حيبقى الرجل الاول في دوله احمد حمدان، ده حاجة دارينه الدعامة، فهمت علي؟ حيبقى الرجل الأول في الدولة محمد حمدان دقل، حيبقى الغايد بتاع الجيش باحتمال محمد حمدان دقل، تمام؟ النقطة الثالثة داري بيك لها يا أحمد كسلة بكلامك أنت زادت، أنت بتقول الجيش ده عشان يبقى جيش وطني وقومي لازم يجي راجل زي ود مقنعة زي محمد صديق يشيل ناس الجيش ده. فالمهم الحاجة اللي أنا أوصلها لي، السياسات الخارجية حاليا بتعتمد على البرهان، فانت ليه لما تيجي تقلب البرهان ده ثاني الحته اللي بتجيب منه اسلحه، بتجيب منه ذخائر، بتجيب ثاني ما حيثقوا لك بالحكومه بتاعتك دي. فهمت علي؟ منو قال لك البرهان لو فات الدوله بتقع؟ انا بدي اقول لك حاجه، دقيقه، ال 2 مليون الشماليين اللي جو في السودان دي جايه لو فاتوا رجعوا محلوا وفاتوا جدهم هناك السودان ده خايف. ما هسي رواندا دي فيه واحد هناك جنب الجزيرة العربية قاعد في رواندا، ما ماشي نيجيريا لابيريا، ده ما الكلام اللي انتوا قاعدين تكرروا لنا في الموضوع بتاع انه والله يا اخي البشير لو فات يجي منو؟ انت قالك واقفة على دول الدارفورين ده، دقيقة قالك ما واقفة الدارفورين ده، لو ربنا شرط الارض اخرجه بجد خلاص السودان كده انتهى؟ غايب قاعد ناس يرجع السودان دي لو جد فاتوا ما فضل ولا شيء بدير ارضاته واقف على دول، ما هو انت لو انت رفضت المشاركه فارجع الهلو، انت لو رفضت المشاركه ما هو انا وانت شركاء، يعني ابوي خلي لنا ورثه الذكر مثل حظ الانثيين. طيب ده في حاله النسوان، حاله في بنات ما في اي بيت، احنا كلنا ذكاره، اي دول هاي الله اي زول شيء، احنا عندنا اربع نفر او عندنا 400 جنيه كل زول يشيل 100، انت راح تديني 200 ليه؟ ما هو ده الكلام اللي قاله سلفاكير بعد قرن مات، قال لي يا سلفاكير 100 ديت النائب الراور رئيس الجمهوريه رئيس حكومه الجنوب، انت لما تجي في وزاره الماليه دائما بتنك وبتكورك وبتاع، الكلام ده في قناه الجزيره، قال والله يا اخي قال انا ما قاعد انت دنيا حقي كامل، قال لي كيف؟ قال لي والله ما قاعد انت دنيا حقي كامل، قال لي لو بيتوا حاجه بمليون مثلا تكتب 500 باقي كم؟ باقي 500 و 250 هنا باقي كم؟ باقي 250، قال 250 بالضبط وابدوا تدوني له 125 وتشيلوا 125،
دالي أسأل فاكر عدينا 25 فوق الدامي إنسان إذا تعرفون لنا مشاكل. أنا من مليون شايد 101 أوروبية بتعيبينهم. أنتم كذابين، أنتم حرامية، أنتم ما عندكم ثقة. لأن عملنا 6 سنوات يا عاد الثقة من جديد. 2000 ده عشان 6 سنوات لإعادة الثقة، لكن ما في ثقة بيناتنا. أنتم حرامية. فأنتوا رافضين إنه يا أخي الموضوع بتاع هيمتي مثلا نجي الرجل الثاني لو شالوا الناس دي منو قال لك؟ ما الجيش ذاته عين. ما في حاجة اسمه هيمتي يجي في المحل ده. عديل ذاته نحن الرؤوس دي بيه هيمتي ما دارينه. خليه يجي واحد ثاني، لما نجي واحد ثاني في المحل ده ما في زول داري يقدر هنا، لأنه الرجل اللي بيجي في المحل ده بيجيب الحركات كده. أها يلا خلاص بيشوفوا أقدم ضابط برا من الضباط دي. أقدم ضابط في القوات المسلحة منه. مش هيمتي قبل اليوم بنمسكوا من الفيديو حقه قال يا جماعة الجيش ده طاج راسك. ما تقدر تتكلم فيه ولا كلمة صح؟ هاي خليه يجي ضابط كان نظيف. الضابط وزير الدفاع الكتره. وضباط كثير في القوات المسلحة لو جاء واحد ضابط شريف خلاص الموضوع انتهى. شوف الحركة دي، شوف حسي عمر، عمر ده بيتكلم كده ليه؟ هو عمر ده ما دير أقلب عشان ندي فرصة للآخرين. عمر ده ما دير إنه عملية بتاع دري خربت لنا الموضوع بتاع عملية الهيكلة وعملية بتاع الإصلاح. الإصلاح هي الهيكلة والهيكلة هي الإصلاح. يعني حتوصل في المعسكر دي هتكون في النفايات. هم يقول لك لا ما كده أحمد أنت ما فهمت. أفهمني يا 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 اللي وعمر. بقول لك يا أخي الإصلاح إنه الجيش يعني الجيش يطلع من العملية السياسية ويمشي يشوف مهامه العسكرية. بعد ذلك القوة السياسية تجي تمارس مهامها السياسية وتقود الدولة. أيوة إذا مرات هيمتي والجيش أو ذاك الجيش بعد فات ذاك الجيش يلا الجيش بعد هنا بوزير الدفاع حقه وبقانون العسكري بيقول أن إحنا كجياشة أي نحن مسؤولين من كل الجيوش دي. دمج الحركات المسلحة والدعم الشريف داخل المؤسسة بتاع الجيش بمعايير بتاع شنو بتاع المؤسسة رتبة بشهادة سودانية أو جامعية أو كلية حربية أو في خير الكلية الحربية في تاهلية ولك تمشي التاهلية بشهادة سودانية أبسط حاجة أو تكميل بتاع الأساس حلو أي بجرد الرتب دي كلهم منهم. هنا طوال الناس المدنيين ما هم وعاملين كونتاك مع الجيش طبعا صح؟ وعاملين كونتاك مع السجل المدني هاي بالتلفون كده أسماني هاي الشغلة دي 1 2 3 4 5 6 هم مسيطرين. إذا تم عملية الهيكلة أو الإصلاح بتاع القوات المسلحة هم بيطيروا ما في ولا سي سي وما بصوت لهم. أنت بتصوت بقبيلتك ولا بتصوت بالشعب السوداني؟ وهم لو فكوا المؤسسة بتاع الجيش هم كانوا زمان قاعدين يحكموا بالمؤسسة بتاع الجيش ده. المؤسسة بتاع الجيش ده مجرد ما طارت زي ده بقى حق الشعب السوداني بقى قوات الشعب المسلح هم بعد ده طاروا مع السلامة بيركوا نصيبهم. لكن بياخدوا كم؟ 10% 90% بمشي لجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وبمشي لناس شيبة درار هناك بياخدوا 10% بالتعداد السكاني 200 مليون ده كم؟ كان 50 مليون باقي 48 مليون 48 مليون ده جدنا تاكل نصيبك بس. يعني هم عين شوف لما يمشوا النفرة الخضراء ثاني من النفرة الخضراء دي مترقب لنا بوابير ولا البنوك دي بتسلفوك بدوك زي ما انت داير ولا حتى في الجوازات ما بتصرف على كيفك. حتى السفارات لو في 100 سفير اي اقليم يشيل على حسب تعداد السكان حقه. نحن بنشيل من 100 وزير 90 انت بتشيلوا 10 بس 90 وزير 90 سفير سفراء قصدي السفارات دي كلها تشوفوا بس يعني واحد ده من كردفان وده من كده وده من كده وده من كده خلاص كشكول الموضوع طار. حتى لما المينا بتاع بورسودان لما نجيب الحديد والكده والكونتينرات بتجي ثاني ما بتلقوا ضابط بتاع الضباط كلهم كشكول واي زول بخاف من الثاني في الجمارك ما في وقت حبوبتي ولا وقت قريبتي. والعمليه الكوم الحربي ده التفكيك بتاع النخبه الشماليه المتقوقعه القاعده في السلطه دي تتفكك ونحن بصدد الدفاع عن التفكيك. رقمي انا مختلف مع الجنجويدي ان شاء الله ان شاء الله دقه حبوبتي طلقه ده ما بيهمني انا وانا ما بتضارب مع الدعم السريع ولا يوم من الايام حكون دعم سريع ولا بقيف مع الدعم السريع. لكن انا هو عنده قضيته وانا عندي قضيتي حتى لو عنده قضيه انت مختلفه ما مختلفه ده
لكن الخط حق الدعم السريع وحقي واحد، ده اسمه التحالف اللا ارادي. تذكروا انا قاعد اقول لكم في اللايف عشان نفكك انت بعد ذاك الدوله دي ترجع تعمل كامباك، وانا بقبل الدعم السريع يكون هو يعني بديل للقوات المسلحه، لا، بناء جيش وطني قومي موحد. انا واضح، فعشان كده بدل يجي التحالف لا ارادي، خير يا زول انتوا اطلوا دقوا الوسخ ديل. والله انا لو ابوي غضب ودقوا بتخارج مني والله العظيم. وناس من ناوي ديل مش ديل والله تصيح في 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 كلب ما تصيح فوقه. انا بوريك، انا حتى اتكلمت عن قبيل، اتكلمت عن من ناوي دي شخصيه عامه، اتفقنا على الناس انه نتكلم في شخصيات العامه. والله من ناوي ده اتفق تصيح في كلب عديد، كلب ده امين بالمناسبه، ما تصيح بكره ممكن يبقى دعام، بكره ممكن يبقى اكعب من والله جد اقصد حباب البدفع اكثر وحباب النافع من قام يعبد صوبارك امس ليش اكبر لايف قام جاته، ما هم دايرين يتلبوا من المركب، دايرين يتلبوا من المركب، لكن بقتلهم مره بقتلهم حاره، وايش لازم يجيبوا اسباب ما هو المسبب بالبكي والريش عشان يتلبوا من المركب. فالعمليه بتاعت هيكله وعمليه بتاعت التخبيش بتاع الوعي انه هيكله ولا لا لا والله اصلاح، لا نحن قلنا الاصلاح لانه يطلب من العمليه السياسيه ما ينخرطوا بالعمليه السياسيه عشان برضه هم يكونوا متمسكين في المؤسسه دي، عشان بعدك نجي بطرق ملتويه وديل كمان جزء لا يتجزا منه، نرقم الدعم السريع والحركات المسلحه، يدمجوا قوات البقاشات المسلحه، الدوله لازم نحن ما تمشي من يدنا تموتوا يتحرقوا جد. هم لو كانوا صادقين، انا ما انا انا والله المواطنين ناس الجزيره تحيه لي جبارف شندي كل الشمالين التهيئين، لكن انا زعلان من الشمالين وشدت ما منقوص ومصاري نزلت تتقطع من جوا عشان ما داري يقولوا كلمات حق. خلينا بنركب الدارفورين حالنا نحن، اقسم بالله العظيم انا في الاتحاد الاوروبي ده هنا الا شايل شنطتي وسكيني انا معي، دير اموت ما بني جلدتي في كلمه الحق يا اخي. انتوا اركبوا الوسخ يا اخي، هم بيقولوا لا والله يا جماعه هو، وزمان كان بيقولوا شنو، انا ما في القوات المسلحه، ولا يا جماعه هي يا جماعه هي ما تخلوا العبيد ديل يوصل البلد دي، عليه الطلاق العبيد ديل لو جه هنا بيحكموكم والله يوم ترجعوا حاجه، وانا ما انا ما يعني مرات كده الواحد بقول احس يجيب الدوشكه دي يطلع ميتين وما ممكن كمان اموت فطيس كده، تمام؟ مرات اركب راس حتى قال لي توريك كده، بس بجيب الترباز بتاع الدوشكه ده بس الساعه 3 عشان اصحي من النوم بقول انت عارف ده شيري بانجو بكرههم لك، والمطر كابا والمعروف في جنوب السودان تقيد غضب بس يا اخي ما ممكن يا اخي. احنا في تيرنا والله العظيم حسي ربنا جاب لنا التلفزيون ده في يدنا ونحن ماسكين الذره ونتحكم فوقه. ابو رحم دلم اي زول احمد كسر زي جنجبيل، واي زول ما يطلع في المنصه حقه، المنصه دي هنا طبعا بتجيب الحقائق وفيها جمهور كبير جدا جدا، تمام؟ وصوت واصل وكل المجموعات دي نحن نرفعها، وما في زول يجبرني يقول لي ما ترفع يا اخوي، انا ما في حاجه اسمها ما في حاجه اسمه جنجبيل، والله في قبيله اسمه جنجبيل، والله احمد داري دافع للجنجبيل، لا ما سؤال يعني منطقي كده خلينا من القرابيط، في قبيله اسمها جنجبيل؟ ما في طبعا، صح هاي. طيب اول حاجه ان احنا دايرين نجرب اي اسلوب وسخ، ودايرين اول حاجه نجرم الزول السما جنجويد ده الجاب اجل سماو وشرزم القبائل دي عشان تدقنا نحن دارنا نجغمه. بعد ذاك نقول يا هاي يا دعامه في زول هنا داري، لا خلاص، عشان لما نمنع العنصريه والجهويه والتعصب والانانيه دي ما بتتحقق الا بالعداله، ما نحن خسرنا قبل اليوم ما عندنا حاجه ثانيه نخسر ورانا. ودائما تلقاهم في المنصات بتاجروا هاي والله ودفنوكم احياء ودفنوكم احياء، انت دير توريني انا دفنوني ولا ما دفنوني؟ شفت يا ويسر؟ دير يجرني انه والله يدق تعال انقى معانا اهو بعدين بيلا الدعم السريع، وانا قبل كده بليت اخواني الجنوبيه، النتيجه شنو؟ ما هو زيرو، انا حاجه بخليني انه نشيل بندقيتين ودق ده امنه، انت دقه مالك انت دينك معننات؟ انت بتدقه يعني انت مرطب هناك في مصر وقاعد في الخريج بلوا دقه فجقه انت ما تجي تدقه. انا فاضل ايه؟ انا ما عاسي عادي لو جريت الحوزه والديسرت والديسرت مني بقتل لي 500 دعامه، والنتيجه في النهايه تجي تحكم انت بالله؟ لما اكون انا ضب صيني انا برقمه للدعم السريع بالحجه والمنطق والبرهان في بناء الدوله والجيش الوطني القومي الموحد،
كل ذا حق ياخذ حقه، ثاني ما بده يقتل اخوه، انتهى. والعداله الاجتماعيه بين الناس، رضخ النتيجه الاجتماعيه ده بيجي اوريدي بعد العداله. الزوجات مش اخذ زوج، وناكل سوا ونشرب. بكره لو لقيت عيسى ده في باريته، اوه كيف تمام الحمد لله، يا دنيا ما دخلك شر. انت ليه بس دير ترغمني انه ايوه دقوا دير دقوا الحشره السوداء النكت ايوه يا ولد. حسي انت بعدين احنا كلنا انبلينا بالمويه. انا ما لازم الصلاه دي اشغلها يومين ثلاثه ساكت صح؟ ما ممكن. المهم علينا يا منصور مرحبا بك يا يعني. تسلم والله يا كسر وكل الحضور يا اخي. تحياتنا لاخونا عيسى المدريدي واخونا سعد الدين واخونا الطاهر وكل الناس اللي كانوا موجودين. الحقيقه المشكله هو الوعي، عدم الوعي ده مشكله كبيره يا جماعه. اول حاجه الناس زي لو جينا في مساله بتاعت الحيكله، الناس ما بقبلوا حيكله. ليه ما بقبلوا حيكله؟ لانه الحيمنه التاريخيه دي بتتفك طوالي. فهم طبعا افتكروا حرب بتاع جنوب السودان ده هو يعني دايرين يستخدموا نفس المصطلحات بتاع ديل متمردين وديل ما عارف خونة وديل بتاع. طبعا هم افتكروا انه الوعي ده ما بينتشر عند الناس، وبيفتكروا النازل كلهم كده يعني بس يخمون بالعاطفة ويسوقون بالخلا يحاولوا يحققوا غايتهم ويرجعوا للسلطة مرة أخرى. طبعا ده الهدف المنشود اللي هم وادعينه وادعوا له خطة استراتيجية بعيدة المدى وقصيرة المدى. فالناس زي بصراحة يعني أنا حقيقة كنت داير أرد على أبو جلابية ذاك القاعد هنا ده، أنا ما أعرف اسمه يوسف اللي اسمه وهو طبعا هرب الرديسي. أيوة أنا كنت داير أرد بس قال هو بطارية ما بطارية. لكن يا جماعة المشكلة هي واضحة جدا، يعني مشكلة السودان واضحة جدا. أول حاجة أخواننا الفلنقايات الأسي بحاربوا ديل، ديل أصلا أنا بعرفهم يعني ديل بيستخدموهم لفترة معينة وبعدين بيفكوهم يعني. وبعدين يعني أنا بشوف إنه الخطاب اللي حسي ماشي بزاد الخطاب بتاع العنصرية. طبعا الخطاب بتاع العنصرية ده ما بودي لقدامه. وبعدين أنا داير الناس اللي هم الآن بيقاتلوا باسم الحامش مفروض يكون عندهم خطاب واضح، يعني خطتهم المستقبلية شنو بالنسبة يعني في حالة انتحار، يكون في وضوح شوية كده بالنسبة لمسألة بتاعت انه يعني الخطة المستقبلية شنو بالضبط. وبعد ذاك مشاركة الناس برضو في اوسع الدائرة بتاعت الادارة، مثلا ادارة الامور الحالية مفروض يكون في وضوح شوية، يعني يكون في شفافية كده الناس ممكن تمشي لقدام. لكن اليوم انا طبعا يعني بعرف حقيقة المشكلة بين الدعم السريع والجيش. طبعا الكلام ده انا عارفه حقيقة، يعني بحكم وجودي في الاعلام وبحكم يعني علاقاتي الخاصة. فهم طبعا اخواننا دير اللي هم الواحد في المية من يعني من سكان السودان اللي هم بيسكنوا في الاقليم الشمالي بالتحديد، نغبة هي نغبة اساسا يعني ورثت السلطة من المستعمر. طبعا عادة هم بيستخدموا الناس، واذا انت فهمت الوضعية الحقيقية بيحاولوا بحاربوك بكل الطرق، بحاولوا بشيتروك، بحاولوا بتحموك ان انت انك انت انت متمرد، انت خاين، انت بتابع عليهم بكل يعني بينتهوا منك بكل بساطة يعني. فالمشكلة الحقيقية يا جماعة قد يكون في كثير من الناس ما عارف انه اول حاجة الناس زيل يعني حاولوا انهم يستخدموا الدعم السريع في مسألة بتاعت حمايتهم.